بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، ما زلنا في شابتر 3 الخاص بالرول اوف بروجكت مانجر، وكنا انتهينا من بعض الأجزاء وهنستكمل مع بعض الجزء المتبقي. بداية احنا واقفين عند 3-4 بروجكت مانجر كومبتنسز، الكفاءات بتاعت مدير المشروع. بدأ الكتاب يذكر اوفر فيو كتعريف عن الموضوع الأول. الاوفر فيو دي الهدف منها ان هو يقول لنا ان في ثلاث مهارات رئيسيه او ثلاث كفاءات رئيسيه مطلوبه في البروجكت مانجر. الكفاءه الاولانيه اللي هي التكنيكال. التكنيكال هنا دايما بيقصد بيها البروجكت مانجمنت، ما بيقصدش التكنيكال بمعنى الميكانيكال او الالكتريكال او ستراكشرال او اي تي، لا، هو بيقصد التكنيكال اللي هي البروجكت مانجمنت، تكنيكال بروجكت مانجمنت. الكفاءه الثانيه اللي هي الليدرشيب. الليدرشيب خاصه بقياده الفريق، ازاي ان انا ادير فريق معين تحتيه، ان انا احفزه، ان انا احل المشاكل اللي موجوده عنده، وبعد كده ان انا ااهله كويس ان هو يكون قادر ان هو يتصرف في الامور المختلفه، وان انا اوجهه في الاتجاه الصحيح. والمهارة الثالثة اللي هي الاستراتيجيك، والاستراتيجيك يقصد بيها ان هو عايز يبص نظرة فوقية، نظرة من فوق للمؤسسة ككل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايز ابص زي ما السبونسر بيبص، زي مدرائي في البورتفوليو مانجر بيبصوا او في البورتفوليو مانجمنت بيبصوا، ازاي مدير البورتفوليو ازاي ان هو بيشوف المشاريع، عشان ابقى فاهم لما هو بياخد قرارات بياخدها ازاي. قد يكون ان انا مش هكون مكانه ومش هاخد نفس القرارات، بس على الاقل اكون فاهم هو بيتحرك ازاي وايه الابعاد اللي قدامه في الناحية الاستراتيجية. بدأ في الصفحة اللي بعديها يتكلم على التريانجل او المثلث بتاع البي ام اي تالنت، والمثلث من المثلثات دلوقتي الشهيره اللي بيستخدمها البي ام اي، حتى بعد عمليه التاهيل والامتحان. الناس اللي هتبقى بعد الامتحان بتعمل البيديوز او بتقدم البيديوز، البروفيشنال ديفلوبمنت يونتس، هتقدمها برضو على نفس التريانجل ده. ايه المهارات او النقاط اللي اكتسبتها الخاصه بالبروجكت مانجمنت نفسه اللي هو التكنيكال، وايه الخاص بالليدرشيب، وايه الخاص بالاستراتيجي. وبعد التريانجل ده بدأ انه يتكلم على ان التكنيكال مانجمنت ممكن تكون ان هي حاجه كور، حاجه رئيسيه، لكن الابحاث اظهرت ان لا، لازم يكون البروجكت مانجر عنده قدر ولو كافي، يعني قدر قليل يكون كافي في العناصر الثانيه اللي هي موضوع الاورجنايزيشن والسكيلز بتاعت الليدرشيب والسكيلز بتاعت الاستراتيجيك او البيزنس انتليجنس. هيبدا يتكلم بقى على كل كومبتنسي منهم او كل سكيلز بالتفصيل اكتر. بدا ياخد التكنيكال بروجكت مانجمنت سكيلز، وقال ان التكنيكال بروجكت مانجمنت سكيلز دي ان انا اطبق المهارات او العلوم اللي هدرسها في الكتاب، لان الكتاب بيتكلم على نوليدج ارياز خاصه بالبروجكت مانجمنت، وعشان كده دي هتتشرح بالتفصيل في شكل بقى مستفيض خلال الشابترز، خلال النوليدج ارياز اللي هندخل عليها خلال الكتاب نفسه، فعشان كده ممكن هنلاقيه ما فصلش فيها. لكن قال the knowledge area in this guide describe many of these project management skills، وقال ان الكي سكيلز ممكن ان هي تضم focus on the critical technical project management elements، يعني انا بركز على الاليمنت الكريتيكال الخاص بالبروجكت مانجمنت. تكنيكال يقصد بيها طبعا دايما بروجكت مانجمنت، فهنا بيقول اركز على الحاجات الكريتيكال دي، مهاره من المهارات الرئيسيه، اكون عارف ايه الحاجه الكريتيكال عندي في المشروع. اكيد دايما باستمرار بيبقى الكونسترينز الرئيسيه اللي هي التايم، الكوست، دول من الحاجات الرئيسيه. التايم اللي هو السكيدجول بتاع المشروع، الكوست اللي هنا عبر عنه بسلكتد فاينانشال ريبورتس، واول نقطه قالها اللي هي السكسس فاكتورز، ان انا عايز اعرف المشروع بتاعي ده نجح ولا لا، فدي نقطه من العناصر الكريتيكال اللي انا ابقى فاهم ايه الاوبجكتيفز بتاعت المشروع وازاي ان انا اوصل لها عشان اقول ان المشروع ده نجح، فبالتالي ايه هي الكرايتيريا اللي بتحكم على ان المشروع نجح. والنقطه الرابعه الايشولوج او السجل اللي خاص بالايشوز او المشاكل اللي بتقابلني اثناء اداره المشروع. والعنصر الثاني كان ان انا اعمل تيلورينج للتولز والتكنيكس، وقلنا باستمرار ان الكتاب بيحاول يبين ان اللي هو بيحطه هنا في الكتاب
كتولز وتكنيكس او كعناصر للانبوتس والاوتبوتس الدوكيومنتس البراكتسز. كل اللي بيحطه هنا هو بيقول باستمرار ان ده مش الحاله الوحيده اللي لازم تنفع لكل المشاريع، لا انت اعمل تيلورنج على حسب المشروع بتاعك. فهنا برضو بياكد عليها ان عنصر من العناصر التكنيكال سكيلز الخاصه بالبروجكت مانجمنت سكيلز اللي لازم تكون عندي ان انا اعرف اعمل تيلورنج، ان انا اعرف اعمل تيلورنج للحاجه اللي موجوده لميثودز لبروسيسز لتولز التكنيكس، باعتبار ان انا مش هاخد كل شيء من الكتاب، لا انا هاخد الحاجات اللي يناسبني او اللي تناسب المشروع عندي وابدا ان انا اعملها تيلرنج او توليف او تظبيط على المشروع بتاعي. والنقطه اللي بعديها ميك تايم تو بلان ثرولي، ان انا اخطط بشكل مفصل وموسع وبريورتايز ديليجنتلي يعني بجهد المناسب، ان انا ابدا اعمل بريورتايز اشوف ايه الاولويات اللي عندي، لان انا هيبقى عندي اعباء كتير وانا بدير، من ضمن الاعباء دي في حاجات هقدر ان انا افوضها للفريق اعمل لها ديليجيت للفريق بحيث ان الفريق يقدر ان هو يعملها وتابعهم، وفي حاجات هتكون معايا انا مثلا بعملها، وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل prioritizing، ابدا ان انا اشوف ايه الاولويه، ايه اللي انا اقدر اعمله الاول وارتب اولوياتي. والنقطه الاخيره manage project elements اللي هي schedule و cost و resources و risk، ودي تعتبر واحده من النقاط الرئيسيه للproject management skills. كده اتكلم بسرعه جدا عن project management skills زي ما قلنا، لانه هيرجع يتكلم بالتفصيل خلال الكتاب كله على مر الشابترز كلها بتاعت الكتاب هيتكلم على البروجكت مانجمنت. النقطة اللي بعديها بدأ يتكلم على السكيلز الخاصة بالاستراتيجي، استراتيجيك اند بزنس مانجمنت سكيلز، السكيلز الخاصة بالاستراتيجي. وزي ما قلنا من شوية هو بيتكلم هنا عن السكيلز اللي انا عايز اشوفها بعيون البورتفوليو مانجر او السبونسر، الناس اللي في التوب مانجمنت دي بتفكر في الناحيه الاستراتيجيه ازاي، بتفكر انها تبص على المؤسسه بالكامل ازاي، مؤسسه بتعمل بزنس في النهايه مش بروجكت مانجمنت بس، وقد يكون ان هي مثلا بتعمل بروجكتس عشان تطلع برودكت، مصنع، مستشفى، تطلع مركز شرطه، تطلع احوال مدنيه، تطلع اي حاجه، البرودكت ده هاخده اعمل له بعد كده اوبريشن، لو كان مصنع مثلا بعمل له اوبريشن بشكل معين. طيب عشان ابص للبيزنس بقى اللي بيحصل ده، انا بعمل لهم ممكن مصنع، بس المصنع ده في النهايه ده كيان من مؤسسه، المؤسسه دي فيها قسم الاوبريشن اللي هو التشغيل، وفيها قسم ادمنستريشن اللي هم الناس بتوع الاداره، وفيها ممكن نقول ريسيرش وديفلوبمنت ناس بتطور وتبحث عشان الناس دي تكون مسؤولة عن ان هم يلاقوا فكرة جديدة فيعملوا بناء عليها مثلا بروجكت او مشروع، ومعانا ممكن برضو الماركتينج التسويق. فالاربع عناصر دول ممكن من العناصر الرئيسية administration واوبريشن والماركتينج والريسيرش والديفلوبمنت، وبيخدم عليهم بعض الحاجات زي مثلا الفاينانس، بيخدم عليهم الاتش ار، بيخدم عليهم الاي تي، بحيث ان البيزنس دوت يمشي. فانا فين في المكان ده عشان ابقى فاهم البورتفوليو مانجر او السي او مثلا او الناس التوب مانجمنت في المنظمه بيفكروا ازاي بفكر استراتيجي. استراتيجي يعني فكر ككل او فكر عام للمؤسسه بالكامل، المؤسسه كلها كبزنس او الاورجانيزيشن نفسها كبزنس المفروض يكون ايه اهدافها. وهنا قال the ability to see high level overview of the organization، ابص على الorganization بشكل overview، وقال ان الability دي ممكن تتضمن knowledge او other functions زي الفاينانس الماليه، الماركتنج، التسويق، الاوبريشن وهكذا. وقال ان البيزنس نوليدج ممكن تعرف برضو باسم دومين نوليدج، وان البروجكت مانجمنت شود بي مانجر شود بي نوليدجبل، لازم يكون عنده علم، لازم يكون قادر ان هو يفهم الكلام ده كمصطلحات ويقدر يتكلم بالعناصر الرئيسيه فيه عشان ان هو يتكلم لغه واحده مع الناس بتوع البيزنس، ما يبقاش بس مركز في اداره المشروعات وان كانت هي طبعا الجانب الرئيسي بالنسبه له، لكن يكون عنده اويرنس ولو بسيط بالعناصر بتاع البيزنس. about business to be able to، ليه بقى يكون عنده الاويرنس ده؟ عشان explain to others essential business aspects of the project، عشان لما يقعد مع الفريق ويلاقوا ان في قرارات جايه من فوق من التوب مانجمنت في اتجاه معين والتيم بيسالوا طب احنا ليه هنعمل كده، يبقى فاهم ان البيزنس بيقول ان احنا هنمشي في الاتجاه ده. develop appropriate project delivery strategy عشان يقدر ان هو يعمل استراتيجي، بفهم يعني ايه استراتيجي واعمل استراتيجي للمشروع بتاعي. استراتيجي معناها زي ما بنقول ان احنا بنبص للحاجه ككل على الشورت تيرم على اللونج تيرم، ببدا احدد ايه الاهداف بتاعتي.
implement that strategy in a way. الاستراتيجي بقى اللي انا عملتها احققها او انفذها بطريقه تعمل ماكسمايز للبيزنس فاليو. لما ابقى فاهم ان في حاجه اسمها بيزنس فاليو من البروجكت بتاعي ابدا اعرف ساعتها ان انا اعمل ماكسمايز ازاي. على سبيل المثال مثلا لو انا بتكلم في مدرسه، المدرسه دي عايزه تفتح في سيزون معين، واحنا شغالين عشان تفتح مثلا في بدايه سبتمبر تكون موجوده وشغاله، ابقى فاهم ان التايم دلوقتي بالنسبه لي عنصر كريتيكال جدا، والتاخر لو انا سلمتها في اكتوبر مثلا بالتالي ما ينفعش الطلبه يدخلوا يدرسوا فيها، هيكون عدى السيزون، فهتكون الاورجنايزيشن خسرت سيزون بالكامل من الدراسه ديت. فبالتالي ابقى فاهم البيزنس فاليو من الحاجه ايه. وقال ان البروجكت مانجرز should consider the expertise of the operational manager who run the business. دايما وانا بعمل بروجكت انا بعمله ليه؟ عشان ينتقل بعد كده الحيز الاوبريشن، والاوبريشن الناس اللي هم هتشغل البرودكت اللي انا عملته. يبقى انا مهتم جدا ان انا اعرف الريكويرمنت وخبرات الناس بتوع الاوبريشن عشان اطلع لهم برودكت من خلال البروجكت اللي انا بعمله، عشان اطلع لهم برودكت اللي هو المبنى يعني يستفيدوا فعلا بيه، او ممكن بقى البرودكت ده يبقى مبنى، يبقى برنامج كمبيوتر، يبقى زي ما يكون، بس اطلع برودكت الناس بتوع الاوبريشن فعلا يستفيدوا بيه. فمحتاج ان يبقى دايما يبقى في ما بيني وما بين الناس بتوع الاوبريشن يكون في كوميونيكيشن متصله او مستمره عشان اخد خبراتهم وافهم هم عايزين ايه في المنشا اللي انا بعمله ده او البرودكت اللي انا بطلعه ده. وكحد ادنى البروجكت مانجر should be knowledgeable، لازم يكون عنده العلم الكافي enough to explain to others عشان اقدر ان انا اشرح للاخرين العناصر التاليه. الاستراتيجي ابقى فاهم الاستراتيجي بتاعه المؤسسه عشان اقدر ان انا اوصلها بعد كده للفريق. الميشن وهي بتكون الميشن العامه للشركه، الجولز والاوبجكتيفز الاهداف، البرودكتس والسيرفيسز الشركه اللي انا شغال فيها دي ايه البرودكتس اللي بتعملها، وبالتالي احنا بنعمل لهم مصنع مثلا عشان يطلع برودكتس معينه او يقدم سيرفيسز معينه، بنعمل لهم اوفيسز معينه او بنعمل منشا، المنشا ده هيبقى متقسم لمجموعه من المكاتب عشان تدير مثلا حاجه معينه او تقدم سيرفيس معينه، وتكون مثلا كونسلتانسي سيرفيس او تقدم اي خدمه من الخدمات. فبالتالي محتاج اعرف السيركوليشن او حركة الناس هتكون ازاي في المكان ده، فعشان كده لازم ابقى عارف البرودكت اللي هيطلع بعد كده والسيرفيس. الاوبريشن نفس الشيء، اللوكيشن تايب تكنولوجي، الماركت والماركت كونديشن، ودي من العناصر برضو اللي اتكلمنا عنها ان انا ابقى عارف السوق عبارة عن ايه، واهمية ان انا اخلص المشروع بشكل سريع لان السوق مثلا فيه تغيرات سريعة. وزي الكاستمرز، الستيت اوف ذا ماركت، الجروينج، هل الماركت اللي احنا فيه ده ماركت ناشئ وعمال بينمو والناس بتقبل على الطلب اللي احنا بنعمله ده كبروجكت، شرينكينج لا بيقل، فبالتالي لو بيقل هفهم ساعتها ان ممكن السبونسر او التوب مانجمنت هيبقوا مش مهتمين قوي بالبروجكت بتاعي، لان بعد ما كان متوقعين ان البروجكت ده هيطلع برودكت يقدروا يستثمروه ويشغلوه ويجيب لهم عائد كويس، بداوا يكتشفوا لا ان في شرينكينج او في ممكن تدهور في السوق او قله شويه في السوق او انكماش، فبالتالي مش هيبقوا مهتمين قوي بالبروجكت زي ما كانوا مهتمين بيه بالاول. فهبدا اعرف ساعتها ان هم مش هيدوني الفاندنج او الريسورسز اللي كانت مطلوبه، ومش هيبقى يعني المشروع مهم بالنسبه لهم. والتايم تو ماركت فاكتورز، التايم تو ماركت مقصود بيها الوقت اللي انا محتاجه عشان اوصل للسوق. لما ببقى عايز اعمل برودكت وعندي فكره خلاص متصور شكل البرودكت ده ايه وعايز ان انا اوصله للسوق، امتى هيبقى في ايدين الناس؟ تايم تو ماركت. فالنقطه دي بتبقى مهمه بالنسبه لي عشان اعرف حساسيه الوقت بالنسبه لي في المشروع، هل البروجكت ده مهم ولا لا. ومن انواع مثلا حاجات التايم تو ماركت الفاكتورز اللي فيها مثلا ممكن نتكلم على الفيرست تو ماركت. الفيرست تو ماركت ان هم اول ناس بيدخلوا السوق، لا شك ان هم بياخدوا ماركت شير عالي، بياخدوا نصيب من السوق عالي. يعني مثلا لو انا بعمل حاجه زي مثلا نقول ايه فرع لماكدونالدز مثلا، والفرع دوت وان كانت معظم الحاجات دي بتبقى شغاله فرانشايز، بس نفترض ان انا بعمل فرع مثلا لماكدونالدز، والفرع ده ممكن يفتح تاني قدامه حد منافس برجر كينج مثلا. فبالتالي الوقت اللي انا عايز اوصل فيه للسوق للناس التايم تو ماركت بالنسبه لي حساس، لان انا
كل ما هوصل بدري بالتالي هيبقى هاخد ماركت شير، هجمع الناس او الناس هتعرفني انا وهتجيلي انا، وهيبقى باستمرار خلاص انا معروف في المنطقة ان انا موجود واتعودوا عليا، واللي هيفتح جديد يعني هيشد بعض الناس، لكن الاساس اللي فتح الاول اخد معظم الماركت شير. فعشان كده التايم تو ماركت هيكون حساس، ده اللي هو فيرست تو ماركت. ممكن نميز بين فئة تانية اللي اسمها فاست فولور. فاست فولور ده مش هو الفيرست تو ماركت، مش هو اول واحد جه، لا ده عمل فولو اتبع اللي جه، بس كان اول واحد يجي او من اوائل الناس اللي جت بعد كده. فاست فولور. الفاست فولور مش شرط بقى نبص على نفس الاكزامبل، ممكن نبص على تقنيه معينه، مثلا تقنيه زي حد بيقدم حاجه في الموبايل، مثلا مجموعه من الفيتشرز المعينه شركه نزلتها وبعد كده شركه ثانيه قامت منزلها هي كمان. طيب استفادت بايه الشركه الثانيه؟ هي ممكن ما خدتش الماركت شير بس استفادت بالاخطاء، ما وقعتش في نفس الاخطاء اللي وقع فيها الاول، ما صرفتش كتير على الريسيرش والديفلوبمنت زي ما الاول صرف. وعشان كده عناصر التايم تو ماركت ممكن ان هي تفرق معايا. التوسع اللي انا بحاول اتوسعه احيانا بس عشان يرسخ الفكره في اذهاننا، لكن في النهايه هو اتكلم بس على كلمه تايم تو ماركت، بس عشان ما تبقاش كلمه جامده بالنسبه لنا نبقى فاهمين ابعادها. الكومبيتيشن زي الوات الهو البوزيشن ان ذا ماركت، محتاج زي ما بقول ابقى عارف مين هم الكومبيتيتورز الرئيسيين الخاصين بالحاجه اللي انا بعملها، عشان ابقى قادر ان انا اتابع اعرف حساسيه التايم وحساسيه البادجت وهكذا. وقال ان البروجكت مانجر should apply the following knowledge to ensure alignment، عشان اتاكد من عمليه الالايمنت اللي قلنا عليها قبل كده، محاذاة اللي انا بعمله لاهداف المؤسسه فعلا، الاستراتيجي الميشن نفس العناصر بقى تقريبا اللي فوق، الجولز والاوبجكتيف البريوريتي الاولويات، التاكتكس الاساليب، البرودكتس اور سيرفيسز، ابقى فاهم الكلام ده كله قادر ان انا اعمل له ابلكيشن. واتكلم بعد كده على ان السكيلز هيلب بروجكت مانجر تو ديتيرمين ويتش بزنس فاكتور شود بي كونسيدرد، اي من البزنس فاكتورز اخدها في اعتباري. وايه هي البزنس فاكتورز؟ بدا يدي امثله ليها، الريسكس والايشوز. الريسك ممكن نتكلم عنها بمفهومها الاوسع كبزنس ريسك. الفاينانشال امبليكيشنز المتضمنات الماليه، هل في فلوس فعلا يدوني، هل مفيش فلوس دلوقتي فمتاخر ان يبقى متوقع ان يبقى في تاخير في الفاندنج للبروجكت ده، لازم اكون متابع الكلام ده. كوست فيرسس بنفيت اناليسيز، الكوست مقابل البنفيت، انا هدفع ايه في المشروع وهيجيب لي ايه عائد. البيزنس فاليو القيمه التجاريه من البروجكت. البنفيتس ريلايزيشن expectation and strategies realization او ادراك المنافع او تحقق المنافع اللي كنا اتكلمنا عنها في البروجرام مانجمنت. الاكسبكتيشن والاستراتيجيز، الاكسبكتيشن من السبونسر من المانجمنت من الستيك هولدرز، ايه التوقعات بتاعتهم. الاستراتيجيز الرؤيه بتاعتهم الاستراتيجيه. السكوب البادجت السكيدجول الكواليتي، ودول هنتكلم عنهم بعد كده بالتفصيل في الشابترز المختلفه. وقبل ما ينهي الجزء بتاع الاستراتيجيك والبزنس سكيلز، قال ان as conditions change، طالما الconditions او الحالات بتتغير، فالبروجكت مانجر should be continuously working with project sponsor، لازم يكون باستمرار شغال مع البروجكت سبونسر، to keep the business and project strategies aligned، لان الراجل السبونسر ده بيبقى ماشي في اتجاه، هو عمل فيزابيليتي ستادي او اتعمل له فيزابيليتي ستادي وشاف ان البرنامج او البروجكت اللي هو هيعمله ده مجدي وهيجيب له عائد، وبعد فتره بدا يلاقي ان في تغير في السوق، في تقنيه تانية ظهرت، فبالتالي البرودكت اللي احنا بنعمله ده سواء كان برنامج اي تي او مبنى هيبقى فيه فيتشرز معينه، لا ان الفيتشرز دي هتبقى سوبر سيدد، هتبقى خلاص يعني اتلغت وحل محلها تقنيه تانية، فبالتالي ممكن ان هو يحاول انه يغير عشان يواكب السوق. يعني مثلا لو واحد بيعمل سوليوشن مثلا سوفت وير سوليوشن اللي هو برنامج مثلا، البرنامج دوت كان حاطط فيه فيتشرز معينه، بدا يلاقي لا الفيتشرز دي بقت قديمه وفي فيتشرز ثانيه موجوده في السوق وممكن ان انا استخدمها والناس بقت فاميليار معاها اكتر، يبقى انا محتاج ان انا اعمل تشينجز عشان اواكب التغيرات اللي في السوق. طيب عشان اكتشف الكلام ده لازم البروجكت مانجر يبقى باستمرار في تواصل ما بينه وما بين السبونسر او التوب مانجمنت عموما، عشان يقدروا يعملوا عمليه الالاينمنت دي. انت افكارك ايه يا سبونسر؟ افكارك ان احنا نعمل تشينج في الاتجاه المعين، طيب احنا وصلنا فين في البروجكت؟ هل فعلا نقدر نعمل تشينج ده ولا خلصنا البروجكت خلاص ما نقدرش؟ عمليه الكوميونيكيشن اللي متصله دي مهمه.
قد يكون في بعض الشركات البروجكت مانجر ما يبقاش متصل دايركت بالسبونسر، وفي بعض الشركات ممكن يكون متصل على حسب الهيراركي، على حسب اهميه البروجكت ده ايه. هيكون ساعتها البروجكت مانجر مفتوح له الامكانيه او الباب ان هو يطلع على الرؤيه بتاعه البيزنس من وجهه نظر السبونسر ولا لا. ممكن يكون لا لو لاين مانجر اللي هو البروجرام مانجر، وبالتالي البروجرام مانجر مثلا بيتعامل مع البورتفوليو مانجر، والبورتفوليو مانجر هو اللي بيتعامل مع السبونسر مباشره. فبالتالي على حسب الكيس هتكون ازاي، لكن في النهايه كواحد سيرتيفايد بي ام بي ضروري اكون فاهم الادوار دي كلها، لان ممكن اكون في البروجرام، ممكن اكون في البروجكت، ممكن اكون في البورتفوليو، ممكن اكون في البي ام او قريب من الناس بتوع البيزنس. فعلى حسب الادوار، فعشان اكون فعلا سيرتيفايد بي ام بي ضروري ان انا اكون متابع جميع الادوار دي. ويبدأ بعد كده يتكلم عن المجموعة الثالثة من المهارات اللي هي الليدرشيب سكيلز. الليدرشيب سكيلز زي ما قلنا من شوية الخاصة بعناصر المجموعة، عناصر المهارات اللي المفروض تكون عند مدير المشروع عشان يعرف يدير الفريق اللي معاه، عشان يعرف يبقى ليدر. عشان اعرف ابقى ليدر محتاج ان انا اعرف الفريق اللي عندي مهاراته ايه، وبالتالي ابدأ ان انا اعمل لهم كوتشنج بشكل معين، ابدأ ان انا افهمهم، اديهم المعلومات المفروض يعرفوها، وابدأ ان انا احفزهم واعرفهم اللي مطلوب منهم ايه، واديرهم بقى الوقت ده اعمل لهم دايركتنج. فقال هنا ان هي انفولف ذا ابيليتي تو جايد، ان انا ارشد، ان انا احاول ان انا افهم الناس واوجههم، مش ابقى بامرهم بس وخلاص. موتيفيت، ان انا احاول ان انا احفزهم، لان في النهايه دول بشر ليهم نفسيه معينه، فمحتاج ان انا افهم السيكولوجي بتاعتهم او النفسيه بتاعتهم دي ازاي، وابدا ان انا احفزهم عشان اخد منهم اللي انا محتاج ان هو يكون في المشروع. دايركت التيم، ان انا اوجه التيم. سكيلز ماي انكلود، ممكن تتضمن مثلا النيجوشيشن، المهارات ان انا اقدر ان انا اتفاوض، الكوميونيكيشن، التواصل، بروبلم سولفينج، كريتيكال ثينكينج. كريتيكال ثينكينج مقصود بيه التفكير النقدي، ان انا مش اي حاجه ان انا اسمعها خلاص مصدق الحاجه دي، لازم ان انا اعقلها الاول. ما بقولش ان انا اتشكك في كل شيء، بس افهم الكلام اللي بيتقال ده منطقي ولا غير منطقي. والانتربيرسونال سكيلز، مهارات التعامل مع الاخرين. بدأ الأول بـ dealing with people، التعامل مع الناس، وقال إن البروجكت مانجر should study people's behaviors و motivation، لازم أبقى فاهم سلوك الناس، هي الناس بتتصرف كده إزاي. ممكن في ناس بتتصرف سلوك طبيعي، وناس بتتصرف سلوك غير طبيعي. أحاول إن أنا أفهم السلوك ده عبارة عن إيه، سواء إن هو مثلا في تعامله مع الآخرين، يعني واحد من التيم ممبرز تعامله مع الآخرين مش مظبوط، فلازم ان انا افهم البيهيفير ده جاي ليه. او واحد من التيم بقول له باستمرار اعمل كذا وما بيقولش او ما بيعملش اللي انا طلبته منه، فلازم افهم البيهيفير ده ايه. هل فعلا البيهيفير ده ممكن انه يتعالج بالموتيفيشن، ان انا اعمل له تحفيز بشكل معين؟ هل ان انا ممكن ان انا احل الكونفليكس اللي بينه وما بين الشخص التاني في افراد الفريق، من خلال ان انا احاول ان انا انشر الروح الايجابيه ما بينهم، او احاول ان انا اقرب منهم اجتماعيا، ما بينهم هما الاثنين اجتماعيا، بحيث ان هما يكونوا متعاونين اكتر. كل دي من مهارات الليدرشيب. فقال ان البروجكت مانجر شود سترايف، المفروض ان هو يكافح تو بي ا جود ليدر، ان هو قائد كويس. والبروجكت مانجر ابلايز ليدرشيب سكيلز والكواليتيز. وفي الصفحه الثانيه بدا يتكلم ايه هي الكواليتيز دي، اللي هو بيقول ان احنا نعمل لها ابلكيشن. كواليتيز اند سكيلز اوف ا ليدر، قال مثلا ان بينج ا فيجنري، ان انا يكون عندي رؤيه، اكون عارف المفروض ان انا اعمل ايه. لما نيجي نتكلم مثلا على البروجكت مانجر او اي ليدر، الليدر في الغالب هو اللي بيزق الناس عشان ان هي تمشي في الاتجاه اللي هو عايزه. بمعنى ايه؟ لو جينا قلنا مثلا ان الليدر ده، خدنا مثال كده لمجموعه من الموظفين او مجموعه من التيم ممبرز ومعاهم ليدر، والليدر ده غاب اسبوع ورجع لقى الناس ما عملتش حاجه. ليه ما عملتش حاجه؟ لان هم الناس اول ما بيمشي الليدر ما بيصدقوا، بيفرحوا خلاص ما فيش ليدر، خلينا نكسل شويه بقى، ليه هنتعب نفسنا وليه هنشتغل جامد؟ طب ما المدير مش موجود، خلينا ان احنا بقى ايه، يعني مش همنا قوي على الشغل، احنا بنروح الشغل نقضي وقت ونمشي ونيجي وخلاص وهكذا. رجع الليدر بدا ان هو يشد في الموضوع ده. طب ليه الليدر ما عملش زيهم؟ ليه الليدر ما قالش طيب انا هاجي الشغل، لقيتهم ما بيشتغلوش خلاص انا كمان مش هشتغل، طالما اللي فوقيه مثلا ما حاسبنيش او ما قاليش او كلام من ده. بتيجي من ان الليدر بيبقى عنده هو المهاره او عنده الروح ان هو عايز يزق المشروع، لان هو عنده اوبجكتيف معين. قد يكون مثلا
بسبب طبيعته الشخصية، ان هو بيحاول انه باستمرار يبقى عنده الهدف عايز يحققه، فدي مهارة عنده، او المهارة دي فيها ليها تحفيز عالي قوي مثلا من السبونسر او التوب مانجمنت، عامل له تحفيز سواء معنوي او مادي بشكل عالي، ان انت هو ده الاوبجكتيف بالنسبة لك، تخلص لي المشروع ده. فبالتالي هو بيبقى اكتر واحد عنده روح عالية قوي انه يزق الناس، وعمال باستمرار هدفه الرئيسي انه بيزق الناس، ومهمته الرئيسية انه عمال يدفع الناس ويشوف هل الناس فعلا بتعمل اللي عليها ولا لا. وده معناه ان هو بيكون عنده فيجن، انا عايز اوصل لايه، رؤيتي عبارة عن ايه. والنقطة التانية being optimistic، ان انا اكون optimistic و positive، ان انا اكون متفائل ان احنا هنخلص، و positive عمال ان انا احاول ازق الناس بايجابية مش بسلبية، مش بنقدهم نقد هدام، لا نقد بناء، ان انا باستمرار بحاول ان انا اوجههم بشكل ايجابي عشان ازق المشروع، عشان يعني ازق الدفة او الامور تمشي. being collaborative يكون في تعاون باستمرار. managing relationships العلاقات والconflict، بحاول ان انا اشوف العلاقات ما بين الناس وبعضها، او ما بيني وما بين الناس، واحل الكونفليكس المشاكل اللي بتحصل ما بين الناس من خلال building trust. building trust مقصود بيها ان انا انمي الثقة، ودي عكس مبدأ فرق تسد. فرق تسد ده المفروض انه مبدأ خطأ، لان ده بيخلي الانسان القائد هو بس اللي بيعمل كل حاجة والباقيين ما بيعملوش، بينفذوا الاوامر بدون النقاش. ومبدأ فرق تسد للأسف طبعا مبدأ خطأ جدا في الإدارة، وغير أخلاقي في إدارة المشاريع. فبالتالي عشان ان انا ابني الثقة او ازود الثقة ما بين الناس، محتاج ان انا دايما احاول الناس تكون يعني واثقة فيا، واثقة في بعضها، عشان ان هم فعلا يقدروا يطلعوا الميشن او يطلعوا التاسكس اللي مطلوبة منهم. فمحتاج ان انا ابني الثقة او ان انا اعلي الثقة، لان مبدأ مثلا فرق تسد ده بيبقى قائم على ان واحد ضعيف، الراجل الضعيف ده مش عارف اللي بيتعمل ايه، او يعني ممكن قدراته مش عالية، لكن شاطر في الناحية دي ان هو يقدر يفرق ما بين الناس، فيبدأ الناس يفضلوا طول عمرهم متفرقين وهو يسود ما بينهم بمهاراته الضعيفة. البروجيكت مانجر المفروض ما يكونش كده، لا، البروجيكت مانجر فاهم كويس، فاهم في التكنيكال، سواء التكنيكال اللي هو البروجيكت مانجمنت، او فاهم في طبيعة البروجيكت اللي هو بينفذه، وبالتالي هو اكتر واحد هدفه ان المشروع ينجح، ومش قلقان انه ينقل الديتا اللي عنده، مش قلقان ان هو مثلا لو واحد من الناس اللي معاه في الفريق تفوق، مش خايف منه ان هو تفوق يبقى هيجي ياخد مكاني وهيمشوني انا. الكلام ده لو انت بروجكت مانجر ضعيف، لكن لو انت مش ضعيف وعندك المعلومة، لا بالعكس، انقل كل اللي عندك للناس، مع الناس هتقدر، او مع التيم يعني هتقدر ان انت توصل للأوبجيكتيفز بتاعتك اللي هتتكتب باسم الفريق، وانت كليدر للفريق قدرت انك تجمع الناس على كلمة معينة واحدة خاصة بأعمال المشروع، وان انت تنفذ الأوبجيكتيفز بتاعت المشروع. فضروري ان انا انمي موضوع الثقة، او الانفايرومنت نفسها يكون فيها تراست. satisfying concerns، لو في حد من الفريق عنده concern معين، اهتمام بشيء او تساؤل عن شيء او مش فاهم حاجة، احاول ان انا اعمل satisfying للكلام ده، سواء بقى للتيم او للستيك هولدرز، بس هنا باستمرار طالما بتكلم على leadership فبيبقى بيتكلم على الناس المرؤوسين او اللي هم تحت مدير المشروع. seeking consensus، بحاول ان انا اوصل باستمرار للاجماع، عشان الكلمة تبقى طالعة من الفريق ككل، يبقى الفريق كله مجمع على الشيء ده. وكنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الكونسنسس. balancing the competing and opposing goals، احيانا بعض الجولز بتبدو كأن هي متعارضة، فلازم ان انا اعمل balancing ما بينها، ان انا اخلص في الوقت المظبوط بدون ما اصرف كتير، دول اتنين جولز متعارضين او بيبدو ان هم متعارضين، فانا محتاج ان انا اعمل balance ما بينهم. البرسويشن، ان انا اقنع الغير واقنعهم بالصح يعني مش بالخطأ. والنيجوشيشن تفاوض. كومبرومايز الحلول الوسط. الكونفليكت ريزوليوشن سكيلز، ان انا يبقى عندي مهارات حل المشاكل اللي بتظهر ما بين الناس وبعضها.
ديفلوبينج البيرسونال اند بروفيشنال نتورك، بحاول ان انا انمي البيرسونال والبروفيشنال. المعتاد ان انا افهم انا بنمي البروفيشنال نتورك اللي الناس بتتكلم فيها باستمرار عن الشغل او عن العلم الخاص بالشغل اللي هم بيعملوه، فبالتالي في بروفيشنال نتورك الناس بتتكلم فيها على موضوع البروجيكتس والكلام ده. لكن البيرسونال نتورك هنميها ليه؟ هنميها عشان افراد الفريق يبقى في ألفة ما بينهم. لما يبقى في ألفة ما بينهم مش هيعكسوا بعض بعد كده، مش هيعرقلوا بعض، على عكس لما يكون افراد الفريق مش متالفين مع بعض ومش متاقلمين مع بعض وما فيش ما بينهم يعني ود كويس مثلا او بيرسونال نتورك مش موجوده، فبالتالي ساعتها لما واحد يطلب حاجه من واحد التاني هتبقى عنده بس مش هيبعتها له، هيقعد ان هو يعكسه شويه ويحاول انه ايه ياخرها وكلام من ده. غير لما تبقى البيرسونال نتورك موجوده والناس متالفه مع بعض وحاسين ان هم اصدقاء، حاسين ان هم اخوات، حاسين ان هم عيله واحده في المشروع، تيم واحد، فبالتالي هيبقى التعاون اعلى. فعشان كده ضروري ان يبقى فيه سوشيال نتورك او بيرسونال نتورك ما بين الناس. كمان taking a long term view، لازم ان انا يبقى عندي النظره المستقبليه ك long term. That relationships are just important as the project. Relationships العلاقات ما بين الناس هي كمان مهمه زي ما المشروع مهم. زي ما قلنا ان العلاقات لما تبقى كويسه الناس هتتعاون وتحقق المطلوب منهم كتاسكس او كdeliverables. Continuously developing باستمرار بحاول ان انا اطور. And applying political acumen اللي هي الفطنة السياسية، الناس تبقى عندها الفطنة دي فبحاول ان انا اطبق الكلام ده. Communicating by ان انا اتواصل من خلال. Spending sufficient time بحاول ان انا اقضي وقت كافي بعمل communicating. Communicating بيقول يعني ان الريسيرش او الابحاث اظهرت ان مدير المشروع بيقضي 90% من وقته في الكوميونيكيتنج، لان الكوميونيكيتنج زي ما قلنا اكتر من مره مش مجرد بس ان انا بتكلم، لا، الميتنج كوميونيكيشن، الريبورتنج كوميونيكيشن، الارسال الخطابات ده كوميونيكيشن، البرزنتيشن، الورك شوب، كل ده يعتبر كوميونيكيشن. Managing expectation لازم اكون فاهم ان في expectations من الستيك هولدرز مثلا، توقعات، وابدا ان انا ادير الاكسبكتيشنز دي. Accepting feedback لازم ان انا يعني ابقى بقبل الفيدباك من الاخرين، ان بيقولوا لي لا انت غلطت في ده، لا ده كان المفروض تعمله كذا. ابدا ان انا اسمع منهم واشوف هل فعلا كلامهم صح ولا لا، ما يبقاش هدفي ان بعناد اثبت لهم ان لا انا كنت صح والكلام ده كان مظبوط وانتوا اللي غلطانين. لا، اسمع واحاول ان انا يعني اخد النصيحه دي لعل ان هي هتفيدني وتحسن بعض السكيلز عندي، مش مشكله لما يبقى في فيدباك ابدا. والعكس giving feedback بس constructively، ان انا بدي فيدباك كمان للاخرين بس بناء، ما بقولهوش مثلا انت واحد فاشل، انت مش هتنفع، انت اللي بتقدمه لي دي ده غلط. لا، ممكن ان انا اديها له بطريقه تانية، ان انا اقول له انت كان يعني لو كنت قدمتها لي بالشكل ده كان هتبقى افضل، يعني انا يعني مقدر ان انت بذلت مجهود وعملت وكلام من ده، بس خلينا المره الجايه نحاول ان احنا نعدلها ونعملها بالشكل الفلاني، بص هتبقى افضل وكلام من ده. دايما لما احاول ادي الفيدباك او انتقد الغير يكون النقد ايجابي. Asking and listening باستمرار، ما بقاش ان انا بتكلم وبس، لا، لازم كمان يبقى فيه ناحية سماعية، لان اللي قدامي هيقول لي معلومة قد تكون المعلومة مش عندي، هتفيدني بعد كده في عملية التفكير بتاعي. واسكينج ان انا بحاول باستمرار اسأل، ما بفترضش ان انا الوحيد اللي عارف والوحيد اللي عندي المعلومة والباقيين المفروض ينفذوا اللي انا بقول عليه، لا، بحاول ان انا اسأل كمان الفريق عشان اخد منهم الداتا او اخد منهم فيدباك او اخد منهم رأي معين ممكن يكون عندهم. Being respectful التعامل بقى باحترام. Exhibiting integrity and being culturally sensitive. Integrity لازم يكون فيه تكامل وأبدي الكلام ده، و culturally sensitive إن أنا أكون حساس في العملية اللي هي خاصة بالثقافات يعني أو كده. Giving credit to others أبدي المصداقية أو الائتمان يعني للآخرين. Where do you لما يكون مطلوب. Being lifelong learner بحاول أن أنا باستمرار على مر الزمن بتعلم من أخطائي، بتعلم من courses، بتعلم من الترندز الجديدة في العلوم، أكون باستمرار موضوع التعلم ده مستمر عندي. Focusing on important things بركز على أشياء مهمة زي
البريورتايزنج المستمر، ان انا بحاول ان انا افاضل ما بين الاولويات، ايه اللي له اولويه ان احنا المفروض نبدا بيه دلوقتي. فاندنج اند يوزنج بريورتايزيشن ميثود، طيب بفاضل مش بفاضل بشكل هوائي او بشكل عشوائي، لازم يكون المفاضله بشكل موضوعي فعلا وبناء على معيار، فلازم ان انا احاول استخدم معيار في البريورتايزنج. عندي مجموعه من التاسكس هعملها، طيب هبدا اقول ان انا هعمل ده الاول، طب ليه ده الاول؟ ايه هو الميثود او ايه هو الطريقه اللي انا عملت بريورتايز وقلت بيها ان انا هبدا ده؟ طيب مش عارف ان انا اعمل بريورتايز، احاول استشير من اللي فوقيا، استشير بيرز اللي هم نفس البوزيشنز بتاعتي، يعني بروجكت مانجر تاني، استشير التيم اللي عندي، احاول ان انا اوصل لطريقه معينه اعمل بيها بريورتايز. Differentiating high level strategic priorities، الهاي ليفل priorities لازم يكون فيها اختلافات، يعني بمعنى ان انا الهاي ليفل priorities اللي هي زي ايه؟ مثلا لو اتكلمنا على التوب مانجمنت عندهم priority معينه لمشروع معين، المشروع ده هو ده المفروض يمشي، والمشروع بتاعي لا مش مهم، ممكن ان هو يمشي على مهله، مش مستعجلين عليه، وبالتالي هلاقي ان البريورتي الهاي ليفل بتاعه البروجكت بتاعي ممكن ان هي تكون قليله. Maintaining vigilance on primary project constraints، لازم يبقى باستمرار في زي يقظة أو متابعة للconstraints الرئيسية زي التايم، الكوست، السكوب، الكواليتي. Remaining flexible، باستمرار أكون مرن، ما كنش لا رأيي هو ده الرأي الوحيد والصحيح ومحدش له دعوة، وفجأة ألاقي إن الظروف كلها عكس الرأي بتاعي، فيبدأ إنه نفسيا يبقى مش كويس، يبقى له influence أو impact مش كويس. Being able to stiff، أكون قوي through massive amounts of information. Being able to stiff through massive amounts، massive amounts اللي هي الكميات الضخمة من المعلومات. To obtain the most important information، عشان أحصل على أفضل معلومات. Having a holistic and systematic view of the project، لازم يكون عندي نظرة holistic يعني شمولية، ما بقاش ببص على الحيز الضيق، ببص بشكل واسع للمشروع. Being able to apply critical thinking، التفكير النقدي اللي قلنا عليه من شوية، ان انا اعمل challenge للinformation اللي جيالي، مش ان انا اتشكك في كل حاجة، لا بالعكس ان انا اقبل كل شيء وتعالى، بس ما يتقليش حاجة مخالفة للمنطق واسكت. مخالفة للمنطق لازم ابقى عارف يعني طب ليه انا ما فهمتهاش ليه، او ليه بالنسبة لي مخالفة للمنطق، لان هي في النهاية ممكن تطلع مش مخالفة للمنطق، لكن يكون بس المشكلة عندي في فهمها. Being able to build effective teams، لازم أكون قادر على بناء effective team، team فعلا يكون فعال، بأن أنا التيم ده يكون متعاون باستمرار عشان يقدر ينجز المهام المطلوبة منه. النقطة اللي بعد كده اللي هي البوليتكس والباور وجيتينج ثينجز دان، البوليتكس الملائمات أو المناورات السياسية، والباور السلطة، وجيتينج ثينجز دان إن أنا أحاول أحقق اللي أنا عايزه اللي هو أهداف المشروع. بوليتكس ممكن إن هي تتضمن الإنفلونس، نيجوشيشن، أوتونومي، باور. الإنفلونس إزاي إن أنا أأثر على اللي حواليا أو على البيئة نفسها، تأثير إيجابي أكيد، والنيجوشيشن إزاي إن أنا أتفاوض مع الناس، الأوتونومي الاستقلال إزاي إن أنا أبقى بدير التيم بتاعي بدون تدخلات من حد، أنا التيم معايا أنا بديره خلاص، فالتيم في أوتونومي، في استقلالية للتيم اللي أنا بديره، والباور اللي هي السلطة نفسها. وقال بعد كده ان البوليتكس دي and its associated elements مش لا هي good ولا هي bad، ما نقدرش نقول ان هي ممارسة جيدة او سيئة بشكل يعني مفرد، لازم ان احنا نحطها في السياق بشكل معين عشان اعرف انا الهدف ايه، انا بعمل حاجة ايجابية ولا بعمل حاجة سلبية. وقال ان البروجكت مانجر actions is a result of selecting the right kind of power، مهم جدا ان انا ابقى عارف ان الباور او السلطة ليها طرق لاكتسابها، واكتساب السلطة دي ممكن ان انا اكتسبه بطريقة جيدة تحافظ فعلا على اهداف المشروع وتحافظ على شخصيتي وعلى سمعتي، وممكن ان انا اكتسب الباور بشكل مش كويس او بطريقة مش كويسة. فمهم ان البروجكت مانجر يكون عارف ايه هي الميثود اللي هيعمل بيها اكتساب للباور دي. وفي الصفحة اللي بعديها بدأ يقول ان الباور can originate with traits exhibited by the individual، ممكن هي
تنشأ من التريتس السمات اللي تبدا من خلال الانديفيدوال نفسه. والباور از اوفن سبورتد باي اذر بيبل بيرسبشن اوف ذا ليدر. البيرسبشن اللي هو فهم او استيعابهم للليدر ده هو فعلا ينفع يكون ليدر ولا لا، وبناء عليه ممكن ان هم يدوا السبورت. فعشان كده بتكون مدعومه بالبيرسبشن او فهم الناس للليدر ده. وبدا ان هو بقى يدي مجموعه من الفورمز الاشكال للباور. بدا الاول بالبوزيشنال. البوزيشنال هي الباور او الصلاحيه اللي انا بكتسبها من دوري المسنود ليا، ان انا دوري كذا مدير مشروع مثلا، فبالتالي انا المفروض معايا صلاحيات مدير المشروع. دي اللي بنسميها فورمال او اوثوريتيف او ليجيتيميت، شرعيه، باعتبار ان هي انا واخدها من منصبي الشرعي اللي هو مدير مشروع. الانفورميشنال معناها ان انا بحاول اتحكم في المعلومات تروح لمين وما تروحش لمين، فبالتالي باستمرار الناس ان هي بترجع لي. طبعا هو بيحاول يشرح جميع انواع الباور باعتبار ان هو يقول الباور ممكن تيجي ازاي. الاستخدام نفسه قد يكون جيد وقد يكون سيء على حسب طريقة الاستخدام للباور نفسها. فالانفورميشن اللي هي التحكم في المعلومة، فبالتالي المعلومة بقت عند شخص معين فكل الناس بترجع له باستمرار وعنده باور بسبب ان هو متحكم في المعلومة ومش بيديها للجميع بعملية شيرينج. طبعا لو بتكلم على بروجكت مانجر مع التيم بتاعه لازم ان هو في معلومات أساسية لازم بيكون بيشاركها مع الناس كلها، وفي معلومات ممكن كونفيدنشال او معلومات خاصة بجزء معين، فممكن ان هو ساعتها يكون بيصنف الكلام ده بما يحقق مصلحة المشروع. الريفيرنت باعتبار ان انا اتكلم على مدير مشروع الناس يعني بتعجب بيه وبتعجب بشخصيته وبتحترمه، فده يكون ريفيرنت. السيتويشنال على حسب الموقف، ان يحصل موقف معين مثلا واقول لهم شفتوا بسبب الموقف بقى اللي حصل، يعني يا ريت بقى ان احنا ناخد قرار ان محدش يتدخل وان الموضوع يكون الصلاحية معايا، وبسبب الموقف ده بدأنا فعلا ان احنا ندي الصلاحية لمدير المشروع بسبب السيتويشن. والبرسونال او الكاريزماتيك بسبب ان الشخص له كاريزما معينة الناس بتحبه والناس بتتأثر بالكاريزما بتاعته في طريقته في حكيه في تعامله، فبالتالي بيكون كاريزما بالنسبة للناس فبيقدر بسهولة انه يأثر على الاخرين وبتكون عنده الباور دي. الريليشنال بسبب ان الشخص ده عنده كونكشنز كتير او عنده علاقات كتير وداخل في الاينسز او تحالفات مختلفة، يعني في النهاية عنده معارف، فبسبب ان هو عنده معارف فاحنا محتاجينه كبروجكت مانجر وهو واخد السلطة بتاعته دي بسبب ان عنده كونكشنز. النقطة اللي بعديها اكسبرت، ودي تعتبر من افضلهم، ان انا اكون بمارس سلطتي بسبب ان انا اكسبرت. اكسبرت يعني خبير فاهم في الموضوع كويس قوي، اكتر من التيم اللي حواليه واكتر من الناس اللي فوقيه، وبالتالي احنا محتاجينه كبروجكت مانجر وهو واخد سلطته من ان هو فاهم، ودي من افضل انواع الباور. reward oriented باعتبار ان هو بيعرف ان هو يجامل الناس يثني عليهم يكافئهم يديهم مكافآت عينية مادية الكلام ده، فبالتالي الناس بتسمع كلامه لان هو بيكافئنا، التيم بيقول له حاضر لان هو باستمرار مثلا بيكافئهم على حاجات لان هو شغال reward oriented بيدي مكافآت. عكسه اللي هو punitive او اللي هو جاي من punish، يعني punish اللي هي العقاب العقوبة، او coercive اللي هو بيوقع عقوبات على الناس، ability to invoke discipline ان هو يوقع مخالفات او جزاءات discipline اللي هي الجزاءات. بعدها ingratiating اللي هي التملق، التملق اللي هو بيحاول ان هو ايه يعني مفهوم ان هو يرضي الناس او يجامل الناس او يقول كلام حلو واشعار في الناس عشان بناء عليه ياخد الباور. زي ما بنقول هو بيشرح جميع الانواع بغض النظر ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بريشر بيزد بسبب ان في بريشر ضغط علينا في موقف معين وما عندناش اختيارات تانية غير ان احنا نجيب مدير المشروع ده بسبب الضغط اللي موجود، فبنديله كل الصلاحيات بناء على الضغط اللي علينا، مفيش اختيار اخر، خد الصلاحيات كلها عشان ان انت تشتغل. guilt based اللي هي ممكن نسميها شعور بالذنب، يعني ان انا بحاول احسس اللي قدامي يعني كلنا اشتغلنا وكلنا سهرنا امبارح وانت كنت يعني قاعد في البيت وما كنتش معانا وشفت يعني الكل تعبان وانت مش عارف ايه، فدي يعني ان انا بحاول اخليه يبقى فيه sense of duty يعني احساس بالواجب اللي عنده. persuasive ان انا بحاول ان انا اقنع، ability to provide arguments بأتناقش مع الاخرين واقنعهم بناء على الحجة الصحيحة.
افويدنج، ودي تكون يعني ممكن من اضعفهم، ريفيوزنج تو بارتيسيبيت، ان انا ارفض ان انا اشارك. فقالوا لي طب خلاص تعالى تعالى خلاص ما فيش مشكله، خد اللي انت عايزه طالما انت بترفض يعني وبتتقمص وكده، وان كانت يعني ايه من الحاجات الضعيفه، الا لما يكون في افويدنس من مجموعه كبيره من الناس، ساعتها بيبقى فعلا ليهم تاثير اقوى. وقال في النهايه التوب مانجرز ار برو اكتيف، بيكونوا برو اكتيف يعني عندهم فكر استباقي، بيفكر في المستقبل قبل ما بيحصل، ما بيستناش لما الحدث يحصل ويتعامل معاه، لا برو اكتيف، بيحاول انه قبل ما الحدث يحصل يكون متوقع. will work to acquire power، هيحاولوا ان هم يعملوا على ان هم يكسبوا الباور، rather than wait for it to be granted، بدلا من ان هم ينتظروا ان المدير اللي فوقيه، مثلا لو قلنا مثال زي project manager وفوقيه program manager، مستني ان البروجرام مانجر يديني الصلاحيه ومش بيديها لي، فبقول هو ما اعطانيش الصلاحيه طب هعمل ايه؟ لا، هنا الكتاب بيقول لك ان هي تحاول ان انت تاكواير الباور، طالما ان انت ايجابي وبتتحرك بشكل ethical مظبوط اخلاقيا وبتعمل على تحقيق اهداف المشروع، فبالتالي ما عليكش لوم ابدا لما تحاول تكتسب الباور بالطريقه الصحيحه، زي لما كان قال في الصفحه اللي فاتت لما قال ان البروجكت مانجر اكشنز از ا ريزلت، نتيجه لسلكتنج ذا رايت كايند اوف باور، اختيار النوع الافضل من الباور. وبدأ بعد كده يتكلم في النقطة اللي بعديها على مقارنة ما بين الليدرشيب والمانجمنت، الليدرشيب اللي هي القيادة والمانجمنت اللي هي الإدارة، وقال إن المانجمنت مرتبطة بالتوجيه للآخرين، لكن الليدرشيب بتتضمن إن أنا أكون شغال مع الفريق يد بيد ومعاهم في الموقف، بحيث إن هم يشوفوا إن أنا طالما شغال معاهم يبقى أكيد هيبقى عندهم الحماس والاستعداد إن هم يشاركوا، يعني هيتكسفوا كده وهيحرجوا ان يعني حتى الليدر بتاعنا شغال بنفسه، فاحنا عايزين نكون جنبه بنعمل ليدنج، مش هو قاعد في برج عاجي لوحده وبيقول لنا اوامر واحنا اللي بنحاول ان احنا نعمل الاوامر وهو مش حاسس بينا. فهو بيحاول انه يبين الاثنين دول. وقال بعد كده ان البروجكت مانجر نيد تو ابلاي او امبلوي بوث ليدرشيب والمانجمنت، ان انا اطبق الاثنين باعتبار ان دي مطلوبه ودي مطلوبه، دي ليها وقت ودي ليها وقت. وعطى زي جدول كده مقارنة ما بين الفرق ما بين المانجمنت والليدرشيب. احيانا ممكن من الجدول نحس ان هو بيميز الليدرشيب على المانجمنت، وطبعا القاعدة اللي هو قالها في الاول ان البروجكت مانجر محتاج يطبق الاثنين، دي معناها ان ما ينفعش ان احنا نقول ان في واحدة مميزة عن التانية، ان الاثنين مطلوبين. فبدا ان هو يعني يدي امثله للفرق ما بين الاثنين. في المانجمنت دايركت يوزنج بوزيشنال باور، من خلال البوزيشنال باور القوه بتاعتي او السلطه بتاعتي اللي مكتسبها من البوزيشن بتاعي، بعمل دايركتنج او توجيه للناس. اما في الليدرشيب جايد انفلوينس اند كولابوريتنج يوزنج الريليشنال باور، السلطه بسبب اللي انا واخدها من العلاقات مع الناس، ان انا بتعامل مع الناس فواخد السلطه دي ان انا بقدر ان انا ااثر عليهم واتعاون معاهم. هنا مينتين، هنا ديفلوب، هنا ادمنستريت، هنا انوفيت، وهكذا، يعني مجموعه من العناصر بحيث ان هي ايه يحاول يقارن. وان كان الجدول نفسه يعني لما نحاول نقرا فيه بتمعن هنحس ان هو يعني ينفع اكتر للسوشيال ميديا مثلا او للبروفيشنال نتورك زي لينكد ان اكتر من ان هو يكون موجود في الكتاب، بس الكتاب يعني فضل ان هو يكون موجود. هل مبني على ريسيرش قوي بيأكد فعلا ان المانجمنت يختلف عن الليدرشيب بالشكل ده، ولا هو بيميز ما بينهم ان لا الليدرشيب الافضل من المانجمنت، وبعد كده في قاعدة حطها اللي هي لا الاثنين لازم يكونوا موجودين. فالحتة دي يعني ممكن ايه تكون مش دقيقة بنسبة عالية قوي يعني، بس ممكن ان احنا نعدي على الجدول بحيث ان احنا نشوف الفروقات ما بين الاثنين. بدأ بقى يتكلم على الليدرشيب ستايلز، الستايلز اللي موجوده في الليدرشيب، وقال ان الستايل بروجكت مانجر مي يوز بيتغير تشينج اوفر تايم بيزد اون ذا فاكتورز، اعتمادا على الفاكتورز، يعني ان مش دايما ان البروجكت مانجر هيلعب بنفس الستايل للليدرشيب او هيستخدم نفس الستايل للليدرشيب، ده هيكون على حسب الموقف. وقال ان الموقف ده يعني على حسب شويه عوامل، وبدأ يذكر العوامل دي في أربع عوامل. العامل الأول والتاني بيعتمد على الليدر والتيم نفسه، الليدر اللي بيليد التيم والتيم.
الليدر ممكن الاتيود بتاعه يكون بيختلف، ممكن الاتيود بتاعه يكون شخص منفتح، شخص منغلق، بيحب يقفل الباب على نفسه، بيحب يدي الاوامر ويتابع بعد كده، ولا منفتح مع الناس وقاعد معهم باستمرار، بيحب الاداره ان يبقى فيها اجتماعات مستمره، ولا لا يبقى الموضوع فيه مقفول شويه يعني. فالاتيود بتاعه بيفرق، المود، الحاله المزاجيه، النيتس، الاحتياجات، الفاليوز، القيم، الاثكس، وهكذا، سواء من ناحيه الليدر نفسه او من ناحيه التيم، التيم ممبرز برضو هم كمان ليهم نفس الخصائص، اتيود، مودز، نيدز، فاليوز، اثكس، وهكذا. بعد ما اتكلم على الفردين اللي هو الليدر والتيم، بدا يتكلم برضو عن عوامل تانية ممكن تاثر في الستايل، اللي هي الاورجانيزيشن اللي انا فيها والسياق الخارجي اللي بره الاورجانيزيشن. الاورجانيزيشن اللي انا فيها البيربز بتاعها ايه، الغرض، هل هي بروفيتابل ولا نون بروفيت، ستراكشر بتاعها، الهيكل الوظيفي اللي جوه، نوع الاعمال اللي احنا بنعملها. وانتقل بعد كده للما بعد الاورجانيزيشن اللي هو ما خارج الاورجانيزيشن، ممكن نسميه انفايرمنتال كاركترستكس اللي هي خصائص البيئه المحيطه، زي الحاله الاقتصاديه في السوق، الحاله الاجتماعيه، الحاله السياسيه، كل ده برضو ممكن ياثر على الستايل بتاع الليدرشيب اللي هيستخدمه الراجل اللي هو الليدر. وبدأ بعد كده يتكلم على ايه هي الستايلز او يدي امثلة للستايلز. الستايل الاول كان للسيفير، للسيفير معناه اتركه وشأنه، يعني سيبه في حاله، خلي الراجل اللي انت عطيت له تاسك معينة ان هو يعملها خليه ينفذها وسيب له الوقت خالص، وبعد كده ارجع قول له عملت ايه وشوف المخرجات اللي هو طلعها كانت شكلها ازاي، ما تقعدش واحدة بواحدة معاه عمال تشوف كل شوية طب خلصت قد ايه، طب لا انت شغال كده غلط، لا الموضوع مش صح، وهكذا، فتبدأ ان انت توتره، لا اديله وقته ان هو يخلص التاسك بتاعته. هل ده الستايل المفروض يستخدم على طول ولا لا؟ ملهاش علاقة. هو هنا الكتاب بيشرح ايه هي الليدرشيب ستايلز، والستايل اللي انا هختاره قد يتغير على حسب الموقف. فعشان كده هو قال ان هو في البداية ذكر الحتة دي وركز عليها جامد، ان قال ان الستايل ليدرشيب ستايل ممكن يتغير على حسب عوامل مختلفة. وبالتالي لسيفير ستايل ممتاز وستايل كويس، ينفع في وقت وما ينفعش في وقت تاني. قال عن السيفير اللي هو allowing the team to make their own decisions، ياخدوا قرارات بتاعتهم بنفسهم. refer to taking as taking hands off style، ان انا اخد hands off style، ان انا اكون رافع ايدي عن الموضوع. الترانزاكشنال اللي هو بالمعاملة او بالجوب او بالتاسك نفسها، focus on goals، بيركز على الاهداف، الفيدباك اللي جاله والاكمبلشمنت، هل انجزنا ولا لا. بعد كده السيرفنت ليدر، السيرفنت اللي هو الخادم للناس اللي هو بيحاول يسهل لهم كل شيء، focus on other people's growth، بيحاول ان انا اشوف النمو بتاع الفريق بتاعي، النمو بتاعهم كعلميا او عمليا، learning ان هم اتعلموا، التطوير بتاعهم development، بيركز على العلاقات بشكل اكتر والتعاون. النوع اللي بعده اللي هو ترانسفورميشنال، ترانسفورميشنال بيركز على الترانسفورميشن، التحول، ان انا داخل في انفايرومنت الناس اللي موجوده فيها مش واخده على البروجكت مانجمنت، بحاول ان انا اغير الكالتشر عندهم او اغير الثقافه بتاعتهم ان هم يطبقوا معايير اداره المشروعات، بحاول ان انا اعمل ترانسفورميشن من خلال الامباورنج، ان انا اديهم الامباورنج او التمكين، ان انا امكنهم empowering followers through the idealized attributes والbehaviors، من خلال البيهيفيرز، الانسبريشنال موتيفيشن، التحفيز الالهامي او الحث على التحفيز يعني، وانكورجمنت فور انوفيشن، وان انا اشجع الابتكار. يعني بمعنى اصح ان انا بحاول اعمل ترانسفورميشن في الانفايرمنت نفسها، ان انا اغير الناس، لان انا اعلي الطاقة الايجابية عندهم عشان يقدروا ان هم يبذلوا اكتر. الكاريزماتيك مقصود بيه ان هو بيبقى كاريزما، له شخصية معينة الناس بتعتبرها، والكاريزما بتاعته بتأثر في الناس ان هي تحفزهم وتعلي الطاقة عندهم، هايلي انرجي، هو بيكون عنده طاقة عالية، انثوسياستيك، بيكون متحمس، سيلف كونفيدنت، بيكون عنده ثقة بالنفس. الانتراكشنال ستايل ده واحد من المهارات المطلوبة باستمرار عند مدير المشروع، ان هو يكون في تفاعل ما بينه وما بين الناس، ما يكونش قاعد في اوضه وقافل على نفسه، لا يكون في باستمرار انتراكشن.
وهنا الكتاب ما اتكلمش عن الانتر اكشنال غير ان هو ذكر بس ان هي مثال عليها ان هي تكون كومباينيشن ما بين الكاريزماتيك والترانسفورميشن والترانز اكشنال. بس احنا فاهمين الانتر اكشن متعلق بالتعامل، ان انا بحاول اتفاعل باستمرار مع الناس، فده واحد من الليدرشيبس الستايلز المهمه. بعد كده انتقل للبرسوناليتي الشخصية، بدأ يتكلم في البرسوناليتي عن الكاركترستيكس أو الخصائص، أو ممكن نسميها تريتس اللي هي السمات، وقال ان هي بتتضمن اول واحدة الاوثنتيك. الاوثنتيك ده الشخص اللي هو بيدور على الحاجة الاصلية، بيشوف الناس على اصلهم على طبيعتهم. خليكوا على طبيعتكوا، انا بتقبل الطبيعة بتاعتك، انت بتحب تعمل ايه، انت مين، بتعمل ايه، مهاراتك ايه، وهكذا. accepts others for what and who they are، على طبيعتهم على اصلهم. الكورتيز اللي هو الانسان اللطيف اللي بيطبق مبادئ الاتيكيت او الابروبريت بيهيفير، السلوك الصحيح في التعامل مع الناس، بحيث ان هو يكون ودود ولطيف معهم. الكرياتيف اللي هو الانسان المبدع اللي بيبقى عنده القدرة على الابتكار او على ايجاد حلول مبتكرة. الكالتشرال اللي هو بيقدر يقيس الفروقات ما بين الكالتشرز والناس وبعضها، لان دايما لما بيجي اتعامل مع فريق مثلا، وارد ان الفريق ما يكونش مثلا من نفس الكالتشر، يكونوا جنسيات مختلفة، فلاقي ان في الجنسية دي عنده مثلا كالتشر معين، ان هو معتاد يتصرف بطريقة معينة قد تكون شكلها غريب لما انا اشوفها في الكالتشر بتاعي. فلازم المدير المشروع يكون عنده في البرسوناليتي بتاعته موضوع الكالتشرال، ان هو قادر يقيس الفروقات ما بين ثقافة ده وثقافة ده، سلوكيات ده وسلوكيات ده، بحيث ان هو يقدر يتقبل شيء من الناس مثلا لان الناس معتادة عليه، لكن هو في بيئته المفروض ان هو ما كانش يتقبله، لكن بيقدر انه يتقبله لانه عارف ان ده من بيئة تانية فله ثقافة تانية. قد تكون مثلا حاجات بسيطة زي مثلا واحد بيحط ايده في جيبه فمتعود في الكالتشر عنده ان ده عادي، واحد بيحط رجل على رجل متعود ان في الكالتشر ده عادي، لكن قد يكون في كالتشر تاني يحس ان الشيء ده مش منطقي جدا يعني. فعشان كده لازم ان هو يكون قادر انه يقيس الحساسية بتاعت الحاجات دي ما بين كالتشر وكالتشر، عشان ما ياخدش ديسيشن بناء على كده والكلام ده ما يكونش صحيح. الايموشنال بيكون قادر انه يفهم العواطف او يفهم الحاجات المتعلقه بالايموشنز. انتلكشوال اللي جاي من انتلكت اللي هي الفكر او الذهن، بيبقى قادر انه يقيس ذكاء كل واحد وتفكيره هيعمل ايه، الشخص ده هيتصرف ازاي بناء على الفكر اللي عنده. مانجيريال قادر ان هو يقيس المانجمنت براكتس، في ممارسه معينه بتتعمل، ممارسه يعني طريقه معينه بتدار بها الامور، وقادر انه يحكم عليها هل دي طريقه صحيحه ولا لا. بوليتيكال برضو قادر ان هو يقيس الذكاء السياسي من الاوضاع اللي بتحصل يعني. والسيرفيس اورينتد بيكون عنده القدره او عنده الاراده ان هو يخدم الاخرين، بيكون سيرفيس اورينتد بطبعه ان هو بيحب الخدمه. السوشيال بيقدر انه يفهم العلاقات السوشيال او الاجتماعية ويدير الناس. سيستماتيك بيكون بيقدر انه يفهم النظم ويقدر يبني نظام الناس تمشي عليه. وفي الاخر قال ان الافكتيف بروجكت مانجر هيكون عنده ليفل معين من الابيليتي في كل من العناصر اللي احنا قلناها.